شي حاجة. زقي 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 حي لحي ما هو الاخوت ترى ما يمكنش. واحد دولار ديال امريكا واكبر. الله اكبر. عصام شنو هي هادي؟ واش اخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. المهم اليوم عندنا فيديو جديد، فيديو سبيسيال، فيديو مختلف على الفيديوهات اللي قبلها اخوان. كيف كتلاحظوا معايا اخويا عصام، اليوم ان شاء الله دايرين تجربه جديده ديال الجهاز كاشف المعادن، وغادي نبحثوا ان شاء الله على المعادن اللي قدام، وغادي نبارطاجيو معاكم اي حاجه لقيناها اللي هي قديمه واثريه، غادي نبارطاجيو معاكم اخوان. وهادشي اللي غتشوفوا معنا في هذا الفيديو. ولا كنتي انت اول مره كتشوفنا، ما تنسى سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع اصحابك. وراه معايا خويا عصام. خويا عصام بخير؟ خويا صفيا الله يحفظك. كلشي مزيان؟ صفيا بخير صافي الحمد لله. خويا عصام عطينا شي معلومات على هذا الكاشف المعادن. اخويا بالنسبه للجهاز كاشف المعادن هو واحد الهوايه زوينه بزاف صراحه. ياك كتخليك ترونكيل في الدماغ ديالك، كتخرج الطبيعه كتديفوله كترتاح كديفوله واحد شويه. واحد الهوايه زوينه صراحه. انا اخويا بنادم كيخرج يتسولاجا شويه مع دماغو. اش نقول لك اخويا بالنسبه للعملات اخويا القدام انت وزهرك. فوالا انت وزهرك حيت هذاك غير كشاف، تقدر تلقى جالوقه، تقدر تلقى خاتم، تقدر تلقى درهم جدراهم الفرانك. هو كاشف المعادن يعني. كاشف المعادن اي معدن يطلعوا لك. فوالا هذاك الشيء اللي كاين اخوان. اليوم غنديروا هذه التجربه اخوتي، غنديروها في هذه البلاصه الرائعه. صراحه اخوان انا من شحال هذه كنت باغي ناخذ جهاز كشاف المعادن، وان شاء الله باذن الله خويا عصام غيعطينا معلومات شيقة، معلومات اللي زوينة اللي غيخليني نتحفز انني ناخذ كشاف المعادن. وهذا الشيء اللي غادي يبارطاجي معنا خويا عصام. خويا عصام بالنسبة لهذا الكشاف المعادن عطينا شنو هو الدور ديالو، اي حاجة كيتعلق بهذا الكشاف المعادن عطيه لينا اخويا. انت عندك معاه الدومين وكتجي كترتاح في الطبيعة بحكا وكتهز معاك كشاف المعادن، عطينا شي معلومات عليه. خويا بالنسبه لكشف المعادن هو اول حاجه كنحافظوا على البيئه. البيئه فهمتي. ثاني حاجه بنادم كيخرج للطبيعه وكيشوف هذا المنظر الزوين. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش دابا كيقول لك تحافظ على تحافظ على البيئه بهذا زعما بهذا الكشف المعادن، كيفاش تحافظ على هذه البيئه بكشف المعادن؟ كاينين شي حوايج اللي هما مصدين، يعني هذا كشف معادن شي حاجه مصديه راه كتلقاها لتحت. شي حاجه يعني ما شي قنينه ديال 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 مثلا ديال الكانيط تلقاها لتحت جبدها. نعطيك واحد القضيه انايا. كاينين بعد دابا كاينين واحد القراعي ديال الدجاج. ديال الدجاج كيكونوا يعني مهرسين وباقيين في الغلاقه ديالها. اي فهمتك. بنادم راه ما يردش البال يقدر يحفر شي حفره تضربوا في يده. فهمتك. ونيت كتحافظ على البيئه كتجمع يعني النفايات اللي كيكونوا في الارض لتحت. بطبيعه الحال. ياك بطبيعه الحال هذا الشيء اللي غادي نكتشفوا ان شاء الله. وهذا هو الجهاز ياك اخويا عصام. هذا هو الجهاز ديالنا اخي. هو هذا ان شاء الله باذن الله. وهذه شنو هي اخويا عصام؟ خويا هذا تيليكوموند ديال الجهاز. تيليكوموند ديال الجهاز. هو تيليكوموند ديال الجهاز. هذا الكاسك كتسمع به. شو اخوتي التقنيه راه خطيره وزوينه بزاف. بنادم كيديفوله كيبعد على الصداع، يبعد على المشاكل، وكيجي كيهز الكشاف ديالو وكيقلب وكيترزق الله. بالنسبه للدراهم المياوات ضروري كيجبدهم هذا الكشاف المعادن. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو غنبارطاجيه معكم، واي حاجه لقيناها راه غادي نبارطاجيها معكم يا اخوان. وتقريبا الخوت اللي كيسول على باش نحفروا ان شاء الله راه هي هذه الباله، هي ديال الكشاف المعادن. شوها اخوان هي هذه. وغير دعوا معايا اخوان والله الا بغيت ناخذها. ودابا جيت ناخذ فكره على هذا كشاف المعادن ونشوفوا واش غيطلع لينا شي حاجه ان شاء الله اليوم ولا ما غيطلع لينا والو. وهذه هي لاباراي، هي هذه وهذه هي البالا اخوان. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه من نبداو اخي عصام؟ خويا من ما بديت ما عنديش مشكله ياك نقول بسم الله. يلا سير بسم الله توكلنا على الله. ورا معانا واحد الصديق
ها هو الصديق بخير خويا. كل شيء مزيان صحيحة لاباس عليك. هو هذاك اليوم غادي تكتشف معنا تتا اشنو غادي نجبدو من هاد الارض واشنو غنلقاو في هاد الارض. مستعد؟ مستعد. يلا خاي عصام بدا. يا ربي يا ربي دعوا معنا اخوان. هذه هي التقنيه شاك تم غادي وكتقلب كيسمع الصونيط في ودني الا كانت شي حاجه راه غيجبدها. المهم اخوان حنا دابا راه كنقلبوا وبالنسبه لهاد الهوايه اخوان خاصو يكون عندك الصبر وتكون كتمشى بزاف لحقاش تقدر تضرب كيلومتراج تقدر تضرب 5 كيلومتر 6 كيلومتر وانت غادي كتقلب انت وزهرك لقيتي شي حاجه هي هذيك ما لقيتيش المهم راه مارستي الهوايه ديالك وتحرك فيك الدم يعني تمشيتي وديفوليتي خلقتي واحد الجزوين بعدتي على الضجيج بعدتي على الصداع وجيتي للطبيعه بحال هذه اللهم بارك وكتقلب. هذه هي التقنيه يا اخوان. كيبقى الجار هذه علاش كيبعد هاد سميتها هاد الباله هذه حيت الباله الا قربها تقدر تصوني ليه ياك اخاي عصام ياك يا اما تهزها فوق كتفك يا دابا هذا مزيان ويا ربي لقاو شي حاجه راه باقي ما لقينا والو تقريبا. هي بس زوينه هنا الارض نقيه بزاف الارض نقيه ما موسخاش هنا هنا لا صونات تصوني على شي حاجه نيت يا ربي يا ربي تكون طاحت لشي واحد سلسله هنا ولا شي حاجه ولا شي خاتم ديال الذهب مع اغلبيه ديال العائلات كيجيو كيريحوا في هذه البلاصه الرائعه. هنا الخوت هنا كاين شي حاجه كاين شي حاجه وما عرفناش اشنو غنلقاو هنا تكون شي حاجه ديال الحديد ياك تكون شي حاجه ديال الحديد. ها هي كتصوني بسم الله يا ربي يا ربي كتصوني سير يا ربي شي حاجة حديدة ديك هادي شي شي ديشي هذا هي هذه شو حديده قداش اخوان شو سلسله كتعقل عليا مثل الفيل هذه شو 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 السلسله كي دايره مصديه ها ها انتم اخوان كيف كتنقي زعما البيئه من النفايات بحال هكا يعني هذه غنديروها في يدينا دايره حصيله وضروري اخوان مني تسالموا الحفره خاصها ضروري تكون تردم ما هنا كاين ياك بقر كيسرحوهم هنايا ياك تعتار شي بقره مسكينه توعد في رجلها ولا تراسها تعتار فري ضروري خاص ضروري اللي حفر شي حفره يردمها سمعت شي لعيبه ثاني هنا كاينه شي حاجه هنا يا ربي يا ربي باقا باقا ما شفتيهاش حفرة اخوان غارقة من صباح حنا مضاربين معاها ما عرفت شنا هي هذه. اسمع والصوت مجهد
يعني كاينه شي حاجه شنو هي الله اعلم. اسمع اسمع ياك ماشي صندوق هذا. هاي يا خوتي هاي شوش لقينا، شوش حال حفرنا وفي الاخر شوش حال شنو لقينا. شنو هذه كانيطه ياك؟ كانيطه هذه شبعان بات السرديل. هاي لا بات السرديل هذه. شنو تم؟ كاين شي حاجه عيسان؟ خصوني خفيف. هذا هو الروتين هو هذا. كانت طاوله شي حاجه ياه 100% شي حديده تان. لا ما مشكيتش حديد. شي شي حاجه مصديه ياه تكون شي فلوس. شوف قطيب ديال قطيب. شوف شوف الخوت قطيب شو كي قداش عندك هذاك يضربك في يدك. شو مغروس في الارض. قطيب ديال النحاس هذا. ديال النحاس. النحاس عندك يكون ماشي في شي بلاصه. شوف ها انتم خيوطه ديال الضم برونشين في الارض ديال اش هذا الله اعلم. يا ربي السلام تولت ديال النحاس هذا قديم دي قديم بزاف يعني كانوا السكان هنا واقيلا ياك طبيعة الحال. طبيعة الحال كانوا السكان هذا دابا قديم الخوت. مضرب كاينة هنا شي حاجة زوينة ياك شي حاجة زوينة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي شي حاجة زوينة عصام عطاتني صوني زوين ماشي ياك صوني صافي اغلبيه اللي كيكون شي حاجة زوين كذاك خصو صافي. انت شو كل شيء على ديك التقطيعة اخويا عصام. هيا اسمع في هاد البلاصة في هاد البلاصة عصام قلب ما جبتش معايا بيبوان تراسا ياك ماشي مشكلة. ما عرفتش شنو غنلقاو في هاد الكتلة هادي. قلب قلب بعد منك ياك واش نلقاو هنا. هاهي الله شنو والله الا بانت لي بحال الحبل شي هاد المعدن انت شوف قديم هادي شو جويليقة من الصباح حنا نحفروا لقينا جويليقة. هاهي جويليقة كان فاليزي. رجع رجع هذيك كيف كانت؟ باش تنوض هاكا صافي. شو واحد الدرايبه اخوان هذه بحال شي ديال الدون الدونه هذه شو والله شنو هي الومنيوم. هاهي هاهي ثاني الحصيله هي هذه. كاينه شي درايبه هنا اخوان شنو هي الله اعلم. خوت راه كاين البرد وي تبارك الله. شو ديال البحر انت شنو هي دايره ذهب هادي انت شو كيدير عصام خويا ما بغيتيش اش هادي ديك ديال بوزروق اصاحبي ياك ديال بوزروق. بقى شي حاجه اخرى ها هي زقا ضربوا مع الارض هادي شنو هي دي عصام عرفناه بعدا تبوها
شي حديده هذيك. شني جالوقه؟ جالوقه اودي جالوقه. كاين البرد اخوان، البرد الموت ديال البرد. الله يبارك الله يبارك اخوان، الله يبارك. هاي جالوقه ناري يا ساعه، صدمتيني يا ساعه، حتى قلت صافي في بياسه، صدمتيني يا عصام صح. هاي جويليقه، كاين شي حاجه؟ اوه واخا لي كاين شي حاجه. زكي 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 زكي. الله اكبر الله اكبر. عصام شنو هي هادي؟ هذا هو دولار. هذا ها؟ واحد دولار. واحد دولار؟ شو 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 التاريخ شو؟ بارك الله. 1993. دونك الساط هنا كانوا ميريكان. واش هادي نقرة هادي؟ اه نقرة هادي. الله يبارك. الله يلا نقرة. لا ليبرتي. كانوا شكون قلتي لي؟ ميريكان. ميريكان؟ الله يبارك. أول حصيلة واحد دولار. ونقرا اخوان كنا الصاد غادي نلقاو بياس ديال امريكا ياك. الحمد لله. واحد دولار ديال امريكا ونقرا. الله يبارك الله يبارك. شنو تما؟ شنو شي واحد دولار ديال النقره؟ شوف التاريخ والتاريخ اه والتاريخ. دابا هذا راه قديم، ماشي قضيه النقره كيف قال لي اخويا عصام. دابا هذا راه قديم 1939 1939 وهي هاد العملة كاينة من الحرب العالمية الثانية. من الحرب العالمية الثانية ياك؟ ها هي من الحرب العالمية الثانية يا اخوان. هذه الله يبارك يا ربي يلقاو شي وحيدة أخرى ثاني يا رب. ها هي الحصيلة. راه فيها شوية ديال الخدمة يا اخوان. هذه ها هي ها هي بلاتي جويليقة. شو هي هادي؟ شي حاجة؟ اسمع كاينة شي حاجة. هاي على المباشر اخوان. الله وعسى يا ربي يا ربي. هاي على المباشر. طلعت هيا الله يبارك. طلعت كاين الصوت نيت. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. وبحالها واو واو. اذا كاين الميريكان هنا في هذه البلاصه. كانوا ميريكان. الله اكبر الله اكبر. واحد دولار نقره ثاني. الله يبارك يا اخوان الله يبارك. 1942 هذه 42 هذه في 42 و 42 وهذه بسم الله. الله يبارك الله يبارك. نجبد الاخرى. ها هما جوج اخوان دابا. الله يبارك. هذه 49 وهذه 39 يعني الحرب. لا ماشي هذه 39 42 اصاحبي. وهذه 42 ها هذه اللي جبدنا دابا 42 ها هي. الله يبارك الله يبارك. ها هما جوج قطاع. الله يبارك فيها خير. حداها كاينه شي لعيبه. سير الله يبارك الله يبارك. ها هما ونقرا اخوان والله الا نقرا. اي شي لعيبه حداها في نفس الحفره حداها. يا ربي يا ربي. الحمد لله بعد تسفينا ما ضيعناش الوقت هكاك. شوم وحده 39 ووحده 42 الله يبارك.
شو ها زقا كينا هنا الله يا رب وتد هنا شنو هذا نحاس هذه وقال نحاس هذه شي كرو كرو هذا ايوا لا اله الا الله الحمد لله بعدا هادو هما الحصائد ديال دابا الله اكبر يا اخوان ها واحد الكرو شوف كيدير كرو قديم هذا فيه ثقبه هنايا ما عرف ديالاش هاد الكرو شوف شنو تم صنيطه مجهده اخوان انت ما تقولش لي صنع الدجاج لا شوف شنو هادي تشوف بوماده بوماده ديال قديمه قديمه ارا نشوفوا هاد البوماده تجري لي على البوماده الاولى اللي كانت شنو الغلاقه ديالها كيدايره حيت يشوف الغلاقه وري الغلاقه اش كيدايره الغلاقه يا اخوان قديمه هاد البوماده ديالها اش الله اعلم هنا يكونوا كانوا الكواره ديال الدجاج واقيله هذوك اللي كيخشوا فيهم البره هنا لا ما عمر ما كانش كواره ما كانوش ياك هذه بوماده ديال ايامات العسكر ياك ايامات الحرب هذه كانت شوف شوفوا يا اخوان البوماده قويله شوف القفاله عجيبه يا صاحبي والقفاله باقا صحيحه شوف القفاله كي دايره في هاد العيبات هادو مدرجين ايامات الحرب ايوا ما عرفت شكون هاد جدي اللي دهن هاد البوماده هادي كاين شي ضريبه هنا اخوان ثاني يا بسم الله هاي على المباشر يا ربي تسخر فيها يا ربي تسخر فيها كاينه الله يبارك الله يبارك خاتم الخوت الله يلا خاتم عصام هادشي بدا كيعجبني والله الا بدا كيعجبني هذا خاتم الخوت وحفرناش ولقيناه وهذا الخاتم ديالاش هذا شوف واش نحاس هذا زعما هذاك خواتم اللي كيتباعوا في سميتو في الموسم لا لا ها هذا كيكون ديال الالومنيوم هذا ديال النحاس هذا قديم شي شويه ديال النحاس هذا هادشي اللي قلت لك ديال النحاس لا ولين هذا تقريبا عنده واحد 16 عام ولا 20 عام بحال هكا ياك تقريبا شو خويته مال خوت شو خويته كيدير ناضي ها هي الحصيله بدات كتكثر انا كنخلي غير الحصائل الزوينين هما اللي خليت اما داكشي اللي دي شي راه كنحيدو الخوت كاينه شي ضريبه هنا اخوان شنو هي الله اعلم هذه اللي ديال البرمه لا موس قديم شي موس قديم هذاك اللي اللي كيتسد هذاك الخنجره الخوت موس قديم شو ها هو الخوت شو الله يلا موس هذا هذاك الموس اللي كيتطوى قديم بزاف هذا فين البياس القديمه هاد العيبات نشوف احنا تنقلبوا على المباشر شو هادي شنو سميتو هادي بحال قلتي واحد الفيس شو الفيس قداش كان الفيس غليظ هذا ما عرف ديالاش ها نتوما الخوت على المباشر هادو هما اللي لقينا في هاد البلاصه شنو كاين شي ضربه تم الله يبارك شي ضريبه تما زوينه الله يلا زوينه زقا عزيز عليا تانا نقلب هاك دجاجة كيكون دجاج والو ما بانش عاودي كاين شي حاجه بقى اللور عاود دوز
من تما. والله اكبر، الله اكبر. بلاتي بلاتي، هيا هيا هيا. الله 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 الله. فلس علاوي شنو الخوت؟ فلس علاوي. فاس كيقولوا لي فلس علاوي هذا. فلس علاوي. شوف فين النجمه، فين النجمه الخوت؟ هذا ديال المغرب هذا، الله يبارك. هذيك 1975 شامل لقيت يا مات 75 الخوت. اه شامل تلقاتها هو هذا. اه غادي تعاود تلقى شي بياسات اخرين ياك. آه. الحمد لله. ها انا 1975 الله يبارك. كيش 1275 يا ربي انا كنقول لك. هذاك ديال محمد والله يبارك. محمد الثاني 1275. شوف 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 حتى هادشي راه تورات الله يبارك. ها شي فيه فيه واحد النجمه هنايا. ها هي النجمه شوف الله يبارك. يا ربي كاينه شي لعيبه الخوت. الله يبارك. ساروت 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 قديم والله يبارك. الله يبارك ديال ماريو. ساريو ده ساروت ديال ماريو والله. حتى الساروت ديال ماريو هذا ساروت اصاحبي. هذا ساروت ساروت ولكن ماشي ديال ماريو، يكون ديال شي خزينه، خزينه صغيره. ها يكون ديال شي خزنه ديال الفلوس. بلاتي بلاتي ديال شي جويعه. ديال شي جويعه. تشوف ساروت ساروت قديم. واه ساروت قديم هربان ديال بصح اخوان. وهذا راه نحاس، راه ساروت نحاس. شو الله يبارك، الله يبارك على ساروت. يا سلام هذه هي الهوايه اخوان، هي هذه انك تلقى شي حاجه اللي قديمه. وغنديروا مع الحصيله لحق الساروت قديم. وهذه هما الحصائل اللي لقينا دابا تقريبا. لقينا هذا الخاتم، وهذه ديال المغرب ديال 2000 ديال 1275، وهذه ديال ميريكان لقيناهم جوج. ها هما ديال ميريكان ديال النقره. الله اكبر واحد العمله. لا لا ماشي عمله. شنو هي هذه؟ شنو هي هذه يا اخي؟ الشكل ديالها ونحاسه حتى هي. شي كاع اللي فيها الخضور كتكون نحاسه. شو اي حاجه داير بها الخضر فهي كانت شي حاجه مسدوده بحال هكا فهمتي ياك. اه غتكون كانت شي قلاده 100% شي قلاده هذه ممكن. ارى لي المهم كتبقى من ديشي حتى هي، كتبقى حتى هي من ديشي يا اخوان. هادي غادي نستغناو عليها، غتكون كانت شي قلاده هذه. شوش لقينا تانا يا اخوان. سمع سمع هذا باتري واقيله. شنو عصام؟ شو الله يبارك. هذا باتري ديال ديال الحديد ماشي باتري. لا ياك ماشي باتري هذا يكون. وشنو هو هذا يكون؟ الله يمارك تكون ديك اللعبه ديال البريكا. اه بريكا زعما ديك الغشا ديال البريكا قدام اللي كان ياك. عرف فيها واحد الطابع خويا. قربنا لها شحال من عام وشحال. والله الا فيها طابع. شوف شحال من عام اخويا فائام. قديم ديال النحاسه. هذه النحاسه شي حاجه. هذه ديال النحاسه اخوان. ها انتم الله يبارك. الخوت تقريبا صافي سالينا، الله يجعل البركه. صافي من التنقيب، ولكن هذا الشيء اللي غادي نوريكم تندخلوا للطوموبيل لحقاش كاين البرد اخوان. تحرك البرد والله يجعل البركه. جمعنا الماتريال دابا غادي نتحركوا وغنوريكم شنو لقينا هنايا في هذا الليد. هذا الليد فيها البركه الله يجعل البركه. هذا الشيء اللي لقينا اخوان تقريبا تقريبا اخوان. هذا الشيء اللي لقينا، لقينا خويتم. هاد الخويتم ديال النحاس تقريبا. هاد الخاتم عنده في العمر ديالو شي 20 عام بحال هكاك. هاد الخويتم ديال النحاس تقريبا. هذا الساروت ما عرفناش ديالاش، واش ديال قفل ولا ديال سميتو ولا ديال داك الماريو ما عرفناش ديالاش تقريبا. هذا قلتي لي شنو هو عصام ديال قفل ياك؟ هذاك مفتاح الرزق ياك. هو راه مفتاح الرزق ولكن ديالاش
ديال شي قفل غيكون اغلبيه خويا هذاك ديال واحد الكانواش كانوا قدام كانو كانو قديم هذا ديال كانو قديم 100% وهذه راه مغربيه السلام عليكم شكون اللي كيصوني ليا وهذه مغربيه اخوان 1275 1275 ها هي وعندنا ثاني هادو هما اللي نادرين اللي لقينا ديال ميريكانا اخوان 1942 في العهد الحرب العالميه الثانيه هذه الثانيه ولا الاولى الثانيه هذه الثانيه الاولى عرفتي فين ها هي الثانيه الحرب العالميه الثانيه و 1939 ها هي هادو الخوت نقره تقريبا هنا كاينه واحد 300 درهم هادو 300 درهم هاد جوج بياسات ب 300 درهم الله يجعل البركه طلعنا النهار ديالنا ب 300 درهم يا اخوان ها هي اللهم بارك شو وهنا غيكون سال الفيديو ديالنا ولا عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي لي شي كومونتير ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديال كشاف المعادن نقدروا مره اخرى نمشيو لشي بلاصه اخرى ونلقاو شي اجهزه اخرى نلقاو شي نقود اخرين ياك اخويا عصام ما تعرف ان شاء الله باذن الله هادشي اللي كاين اخوان تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ومغامره جديده وتجربه جديده ان شاء الله.